السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو غنعرفوا علاش تتخسر لك كارت سيم ديالك، كديرها في التليفون تتلقاها خاسرة، ما مشى ليها الريزو، وتتقول علاش مشات، واش اتصالات حبسوها ليا ولا كيفاش. قبل ما نبداو، بعد رمضان مبارك سعيد. علاش كتحصل لك بطاقه سيم ديالك، بطاقه ديال التليفون ديالك، لاكارت ديال التليفون ديالك، علاش كتحصل لك؟ وغادي نعرفوا حتى اش كاين الداخل ديالها، اش كاين في الداخل ديال هاد لاكارت. اولا بعد علاش كتحصل لك، نوريكم علاش كتخسر حيت ملي نبغيو نركبوها كنركبوها عوجة، كنركبوها عوجة. وهذه هي لاكارت، هذه هي اللي كتخدم، هذه هي الكارت، ما داكش اخر غير بلاستيك، هادشي الاخر غير بلاستيك، هذه هي لاكارت. علاش كتخسر؟ كنركبوها عوجة هكا، وهاد السنينات كيتقطعو، ملي تقطعو هاد السنينات مبقاش الضو كيدوز لاكارت، مبقاش الطاقة كدوز لاكارت ديال الباتري، مبقاش كدوز لاكارت، وكنلقاو لاكارت ديالنا خاسرة، ولا ما طلعش التليفون، ولا ما فيهاش الريزو. ودابا غنعرفو اش كاين في هاد لاكارت. هذا بلاستيك، هذه لاكارت، هذه هي لاكارت، هادو هما الأسلاك النحاسية اللي تيدوزو الطاقة لهاد لاكارت. هذه هي لاكارت، هاد الكحلة هي لاكارت، هي اللي تتخزن فيها الرقم ديال النمرة والأرقام وكل شيء والريزو وكل شيء. هي هادي، هي هاد القطعة الكحلة، هذه الصغيرة هذه. وهذا ما كان في هذا الفيديو. الا ما بغيناش تخسر لنا هاد لاكارت، الا ما بغيناش الا خفنا تخسر لنا لاكارت ديالنا، نركبوها بطريقه مزيانه، بطريقة مزيانة في التليفون ديالها، ما نركبوهاش عوجة، حيت بزاف ديال الناس تيدير لي بحال هكا وتيدفعها وتتخسر ليه وتتخسر ليه طالع. يلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو غنعرفوا علاش تتخسر لك كارت سيم ديالك، كديرها في التليفون تتلقاها خاسرة، ما مشى ليها الريزو، وتتقول علاش مشات، واش اتصالات حبسوها ليا ولا كيفاش. قبل ما نبداو، بعد رمضان مبارك سعيد. علاش كتحصل لك بطاقه سيم ديالك، بطاقه ديال التليفون ديالك، لاكارت ديال التليفون ديالك، علاش كتحصل لك؟ وغادي نعرفوا حتى اش كاين الداخل ديالها، اش كاين في الداخل ديال هاد لاكارت. اولا بعد علاش كتخسر لك، نوريكم علاش كتخسر حيت ملي نبغيو نركبوها كنركبوها عوجة، كنركبوها عوجة. وهذه هي لاكارت، هذه هي اللي كتخدم، هذه هي الكارت، ما داكش اخر غير بلاستيك، هادشي الاخر غير بلاستيك، هذه هي لاكارت. علاش كتخسر؟ كنركبوها عوجة هكا، وهاد السنينات كيتقطعو، ملي تقطعو هاد السنينات مبقاش الضو كيدوز لاكارت، مبقاش الطاقة كدوز لاكارت ديال الباتري، مبقاش كدوز لاكارت، وكنلقاو لاكارت ديالنا خاسرة، ولا ما طلعش التليفون، ولا ما فيهاش الريزو.
ودابا غنعرفو اش كاين في هاد لاكارت. هذا بلاستيك، هذه لاكارت، هذه هي لاكارت، هادو هما الأسلاك النحاسية اللي تيدوزو الطاقة لهاد لاكارت. هذه هي لاكارت، هذه الكحلة هي لاكارت، هي اللي تتخزن فيها الرقم ديال النمرة والأرقام وكل شيء والريزو وكل شيء. هي هذه، هي هاد القطعة الكحلة، هذه الصغيرة هذه. وهذا ما كان في هذا الفيديو. الا ما بغيناش تخسر لنا هاد لاكارت، الا ما بغيناش الا خفنا تخسر لنا لاكارت ديالنا، نركبوها بطريقة مزيانة، بطريقه مزيانه في التليفون ديالها، ما نركبوهاش عوجا. حيت بزاف ديال الناس تيدير لي بحال هكا وتيدفعها وتتخسر ليه وتتخسر ليه طالع. يلا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم والصلاه والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو غنعرفوا علاش تتخسر لك كارت سيم ديالك، تديرها في التليفون تتلقاها خاسره، ما مشى ليها الريزو، وتتقول علاش مشات، واش اتصالات حبسوها ليا ولا كيفاش. قبل ما نبداو، بعد رمضان مبارك سعيد. علاش كتحصل لك بطاقه سيم ديالك، بطاقه ديال التليفون ديالك، لاكارت ديال التليفون ديالك، علاش كتحصل لك؟ وغادي نعرفوا حتى اش كاين الداخل ديالها، اش كاين في الداخل ديال هاد لاكارت. اولا بعد علاش كتخسر لك، نوريكم علاش كتخسر. حيت ملي نبغيو نركبوها كنركبوها عوجه، وهذه هي لاكارت، هذه هي اللي كتخدم، هذه هي الكارت، ما داكش اخر غير بلاستيك، هادشي الاخر غير بلاستيك، هذا هي لاكارت. علاش كتخسر؟ كنركبوها عوجه هكا، وهاد السنينات كيتقطعوا، ملي تقطعوا هاد السنينات مبقاش الضو كيدوز لاكارت، مبقاش الطاقة كدوز لاكارت ديال الباتري، مبقاش كدوز لاكارت، وكنلقاو لاكارت ديالنا خاسرة، ولا ما طلعش التليفون، ولا ما فيهاش الريزو. ودابا غنعرفو اش كاين في هاد لاكارت. هذا بلاستيك، هذه لاكارت، هذه هي لاكارت، هادو هما الأسلاك النحاسية اللي تيدوزو الطاقة لهاد لاكارت. هذه هي لاكارت، هذه الكحلة هي لاكارت، هي اللي تتخزن فيها الرقم ديال النمرة والأرقام وكل شيء والريزو وكل شيء. هي هذه، هي هاد القطعة الكحلة، هذه الصغيرة هذه. وهذا ما كان في هذا الفيديو. الا ما بغيناش تخسر لنا هاد لاكارت، الا ما بغيناش الا خفنا تخسر لنا لاكارت ديالنا، نركبوها بطريقة مزيانة، بطريقة مزيانة في التليفون ديالها، ما نركبوهاش عوج. حيت بزاف ديال الناس تيدير لي بحال هكا
وتدفعها وتتخسر ليه وتتخسر ليه طيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.